ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في الحلقه السادسه السبعه، تاخد السبعه. النهارده انا سجلت الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، دي السبعه. اهلا بيكم في الحلقه السبعه من لعبه استاذ التحضير او مستر بريبر. انا كده بقالي بجد يمكن مثلا 3 ساعات بسجل لكم اللعبه دي في نفس القعده، فيا ريت يعني يا ريت يعني تاخد من وقتك 3 ثواني بتوع اللايك، ولو السلسله عجباك. النهارده نشوف الرساله فيها ايه بعد ما شوقتكم. اتمنى اكون شوقتكم لان ما بعرفش اعمل الحركات دي الصراحه. وخلينا نبدا الالارم ونجيب اللعبه. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا المفروض معانا رساله مهمه، فخلينا نقراها في السريع. فالرساله بتقول: يا استاذ التحضير، ملحوظه سريعه. بيقول لي ان هم بعد كده هيشوفوا لو انا معايا ميه زياده وهيأذوني. وات؟ فانا لازم اخلي بالي انا بستغل الميه ازاي. طب ده معناته ايه؟ ده معناته ايه والله؟ مش عارف الصراحه ده معناته ايه صراحه يعني، بس عامه ماشي 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 كويس. انا عارفنا. هل بقى انا معايا حاجات مش عايزها او مش محتاجها؟ اعتقد لا، دي حاجه تبع البتاعه دي. ارمي الجنون ده هنا دلوقتي او نرميه في الزباله احسن، ونرمي الرساله دي في الزباله احسن. ماشي، معانا البنزين خليه معانا وهنبيع الروبي دي. اوكي، فتعالى قوي نيجي للزباله هنا. اوبن، ماشي، ارمي ده وارمي ده مش عايزهم. تمام، وبعدين خلينا نروح هنا، هنروح على المنجم تاني. المنجم ده من اهم الاماكن في اللعبه على فكره، المنجم ده من اهم الاماكن في اللعبه بجد. بس احنا لغايه دلوقتي ما جبناش الميتال اللي احنا محتاجينه. انا قربت جدا عشان اعمل ابجريد للورك بنش، اشتري حاجات. والله استنوا كده، رجعني البيت كده. انا معايا فلوس قد ايه؟ انا شكلي هعملها، والله العظيم شكلي هعملها. استنوا يا جماعه، بدل ما ساعد البريد يختفي تاني ولا حاجه، فخلينا نعمل كده ونروح للراجل ده. الواحده من دي بتدينا 2 متل، واحنا عايزين 15 متل. ماشي، فلو جبنا 15 من دول يبقى بكام؟ اوه، احنا خلينا 3 من هنا و3 من هنا ومعناش فلوس تاني. هل انا عايز اعمل ده ولا اشوف حاجات ارخص بتجيب متل، ولا استنى الفرنس تيجي، ولا ايه؟ والله ما عارف، والله العظيم ما عارف. مفيش حد تاني طيب يعمل لنا اي حاجه مفيده؟ واحنا معانا متل قد ايه دلوقتي؟ دلوقتي معانا 3 بس. طب انا عايز اعمل الابجريد يا جماعه يا باي. طب خلينا احسن نستنى كتاب الطبخ خلاص. خلينا احسن نستنى كتاب الطبخ خلاص. ماشي، طيب خلاص خلاص ماشي. وديني المنجم يا عم. ايه ده، في منطاد شايفينه؟ المنطاد اللي ورا شايل الطياره اللي كانت بتطير قبل كده. ايه الهبل ده؟ غريب قوي الموضوع ده. اسمع علينا، انا عايز اعمل الورك بنش الجديد عشان ده يعمل لي فيرنس تقريبا، يعني دي حاجه مهمه بالنسبه لي. فبس طيب ننزل ليفل 2 بسرعه. اول حاجه نشوف لو في حاجه هنا او حاجه تحت. اه، بالمره نديهم للراجل. ماشي، لقينا ذهب ونحط ده بنزين تاني. البنزين اللي معايا كده خلص، اللي معايا البنزين اللي في جيبي خلص. ماشي، فاروح ابيع للراجل. هو فين؟ هو الراجل كان فين؟ ولا كان في دور تحت كمان؟ الو، هو ده الليفل؟ اه، ده الليفل اللي فيه الحاجه. اوكي، طب استنوا بقى، داون، استنوا بقى داون، ناخد البنزين بالمره. فاهمين؟ ايوه، انزل 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 انزل. هل ينفع ننزل كمان؟ ايوه، بس تعالي بقى هنا بقى. هتجاهل الخفافيش لو ينفع. تجاهلتها؟ اوكي، انا ممكن بس اضرب الخفافيش دي. انا ماسك السكينه في ايدي دلوقتي، فخلينا نشوف السكينه هتعمل ايه. اضرب، انا عندي مطوه ارني غزال. ترارا، ماشي، هات بقى ده. اوبن، هات البنزين ده كله عشان هنحتاجه في الجهاز اللي فوق تقريبا. وهات المشرومز دي بقى بالمره. المشرومز على فكره مش بتنور قوي زي ما كنت متوقع على فكره. ماشي، روح لي هنا دلوقتي. انا لازم اركز مع اي خفاش محتاج يتقتل. هو في حاجه هنا جراب. خدنا ستون. اوكي، اقتلي دول. ماشي، وهات لي ده. انا بس حبيت اعمل السبيد ران دي في السريع كده، بحيث ان الواحد ايه. اجري بس هنا.
اقتلي دول، بحيث ان الواحد ايه يبقى معاه البنزين اللي في مكان كله بدل ما يرجع له بعدين يعني. فانا كده مش ناقصنا حاجه في الحته دي حرفيا. فنعمل جيت باك ماشي، وهناكل كل المشروم اللي معانا، فالثاني بقى 100%. فخلاص ما خسرناش حاجه من الحته دي. نروح بقى الليفل 1 اللي الراجل فيه، فاهمين؟ هنعبي المكنه اللي عنده دي بنزين، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دوس بس اي. اوكي الاول ريتشارج، ناقصها 2 بنزين تقريبا. ماشي، وبعد كده نشوف جابت لنا ايه. لو تكون جابت حاجه حلوه ذهب فقشطه، ما ينفعش تشيل الميتال ده خلاص، فخليه هنا مش مشكله. يوز. نروح بقى نسلم على الراجل ده، عايز اشوف الايميل اللي هيتباع بكام، وعايز اشوف الروبي هتتباع بكام. وال والروبي ب 50 دولار، الله اكبر. والذهب الواحده بخمسه، فاحنا كده معانا 90 دولار. احنا ايه ده؟ الكترونيك كيلر فروم ذا فيوتشر. ده بوستر. عمل ايه بيعمل ايه بالبوستر؟ مش فاهم. ولا هم هيحتاجوا بوسترز بعدين ولا ايه؟ مش عايز بوسترز يا عم. انا عايز الجهاز الورق ده والله يا اسطى، والله العظيم يلزمني اقسم بالله، والله اترك بالسكين اللي معايا. اروح من وراك ازاي والله؟ ما علينا، ماشي. طيب هننزل دلوقتي الليفل 3، ليفل نيجاتيف 3 في المانجم، ان شاء الله نلاقي فيه حاجه حلوه. فخلينا نشوف ليفل نيجاتيف 3. اوكي. انا عايز اخلي تاب هو اللي يفتح الورك بنش على فكره. قصدي هو اللي يفتح الانفنتوري، فاستنى لحظه كده. سيتنجز كنترولز، ما ينفعش اغيرها. ما ينفعش اغيرها، مش مشكله ماشي. طيب ده المانجم الجديد. ممكن احط هنا بنزين، فكويس. هنبيع تاني بنزين على قد ما نقدر. معيش بنزين تاني، اوكي. هل هنا في حاجه؟ في ملح وروبي كمان. لان ملح وروبي، الملح مهم على فكره عشان بيتعمل بيه كرافتنج لحاجات، لو حد ما يعرفش يعني. مفيش حاجه في الحته دي، فاحنا ممكن ننزل هنا. لا دلوقتي الدنيا ضلمه قوي. دلوقتي احنا بنتكلم بجد في فكره ان انا محتاج. هو ايه ده؟ ايه ده؟ جراب، ايه ده؟ لا لا لا، بقول لكم ايه، انا سمعت صوت دلوقتي مخيف بجد، فمش عارف الصراحه ده معناته ايه. يعني انا فعلا ما اعرفش ده معناته ايه. هل في زومبيز تحت بقى ولا حاجه؟ مش ناقصين ايه نموت واحنا مش شايفين؟ ففاكس. فخلونا نروح لو نشوف لو في حاجه هنا تاني اخيره. في الميتال ممكن ناخده، ما ينفعش، ما لناش وزن. فخلونا ايه نعمل كده، هنبيع للراجل بقى ايه الحاجات اللي جات لها جديد. احنا بيبقى معانا فلوس كتير قوي. ب 15 دولار يلا، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. ماشي، لو اقدر اخد الميتال اللي موجود دلوقتي بتاع كمان يبقى كويس قوي. بسم الله، اوبن تيك اول. مش هينفع. طب سبليت، طيب سبريت. اوكي هات دول سبريت. اوكي هات دول، طب هات دول سبريت. اوكي هات واحده سبريت. اوكي هات واحده، ما ينفعش خلاص. اوكي كده خدنا كل اللي نقدر عليه. ماشي، كنت افضل الصراحه ان اللعبه تخليني اخد اللي اقدر عليه وخلاص، يعني مش لازم انا اقول لها اسمي 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 فاخد الحاجات، فاهمين؟ بس تمام كده. محتاجين نرجع البيت اصلا عشان ننام، فخلونا نرجع للبيت. وغالبا غالبا غالبا للاسف هعمل المقايضه الغبيه اللي انا ما كنتش عايز اعملها في الاول بتاعت الميتال، لان انا محتاج الميتال جدا. فهعمل ايه؟ هو في حركه ممكن نعملها، اللي هي نوقف الوقت كده او نعمل ناب مثلا، خليه ناب هو، ونفتح احنا الورقه بتاعت الانسبكشن. فينها؟ لا خلي الوقت عادي يا ابني، ناب انت، انا عايز الوقت عادي والله. انسبكشن بروتوكول، حلتين. مفيش حاجه من الحاجات اللي هنا عندنا منها كتير اي حاجه، مفيش اي حاجه بجد مثل عندنا منها كتير. انا ما اعرفش اي حاجه يا جماعه، اي حاجه، اي حاجه نعمل منها حديد. دي ايه يعني؟ مش عارف الصراحه، شكله ما فيش للاسف. طيب طيب طيب، تعالى هنا. ده عليه سجاده انكفر. تعالى لي هنا، حولي دول لستون. تمام، الكارت ده خليه لي هنا كده. فانا دلوقتي ما عنديش فوق، ما عنديش اي حاجه اعملها غير ان انا قايد الصراحه، فانا عايز اخد منك الحاجات دي اصلا. اوكي هات يا عم كل حاجه تقدر عليها من دول وخلاص، يعني اعمل ايه؟ هات يا عم كل ده يا عم، هعمل له كله يا عم اسمه ايه ده، واشوف هيطلع لي ايه. مفيش اي حد تاني بيبيع حاجه؟ طب بتجيب حديد؟ هو ده بيبيع اكس، والاكس بيجيب حديد، بس انا مش عايز اجيب منه حديد الصراحه. بيبيع جلاس يا جماعه، واحنا محتاجين جلاس، فانا خدت منه الازاز اللي معاه الصراحه. فاوكي ده كويس،
ده بيبيع ملح والكتاب، كتاب الطبخ عايزينه. اوكي فدلوقتي ناخد ناب. لا 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 استنى استنى ننام. المفروض ان احنا جبنا حاجات كتير مهمه المفروض يعني، فهنشوف. انا لسه مش فاهم حوار الميه ده على فكره، الميه الخطر. تمام بس دي شكلها هتبقى ان شاء الله باذن الله حلقه التطويرات. خلينا ناكل بس. ده اكل متعفن. معنى اكل متعفن؟ اوكي ساعة البريد جاي اهو بيتمخطر. طب اعمل ايه بالاكل المتعفن ده؟ والاكل ده كمان اكل متعفن. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، انا الاكل في التلاجة ممكن يبوظ عادي. نرميه بقى ولا نخليه؟ حاسس ممكن نكرافت بيه حاجة بعدين، مش عارف الصراحة. اوبن هسيبه، هسيبه معايا. تعالوا بقول لكم ايه، تعالوا نكسر الاكس القديم بتاعنا ماشي، لان كده كده بيبوظ خلاص، فنكسره فاهمين، فنستفاد منه وخلاص كده. هنتعلم طبقات جديده. هتعلم واحده بس ولا ايه؟ ودي حاجات اللي اتعلمتها، دي الحاجات اللي اتعلمتها صح. اوكي دي الحاجات اللي انا اتعلمتها. اوكي اوكي والله اتعلمنا حاجات كتير قوي بجد، فكويس كويس كويس. اتعلمنا طبقات جديده ممكن تفيدنا بعدين. تعالى بقى على الورك بنش ده لو سمحت ماشي. وهنعمل ايه بقى؟ هنعمل ديسسمبل لدول ماشي، وبعدها هنعمل الخضر دول. حلو، وبعدها هنعمل لدول الخضر دول ماشي. ايه ما عملهمش ليه اهو؟ ما تقوليش انا هيبقى متبقي لي واحده بس متل، والله العظيم هزعل. فاضل لي واحده بس متل يا جماعه، فاضل لي واحده بس متل يا جماعه. طب اقول لكم على حاجه، هي ايه دي؟ ايه دي؟ ده ايه دي؟ دي كتب. هات لي هات لي هات لي واحده من دول، هات لي هات لي واحده من دول. لحظه جراب، سرقت واحده من المطبخ عندي وده خطر ماشي، بس انا حاسس ان احنا دلوقتي نقدر نعمل ليفل 2 ونعمل الفرنس. لو عرفت اعمل الفرنس هتبسط. بس انا بقى كده نعمل كرافت للبنش الجديد. بسم الله كده احنا بنعمل التطوير يا جماعه، كده التطوير الجميل. لحظه اهو واهو ماشي. ايوه بس شيل لي ده، شيل لي ده، تعالى لي كده يا اسطى. وادي تطويره البنش، حلوه قوي ماشي. دلوقتي بقى نعمل كرافتنج ونشوف نقدر نعمل كرافتنج ليه. ممكن نعمل كرافتنج لبيرلز، لوردروب، للفرن. اوكي الفرنس ده انظامه، انا بعمل فرن يا جماعه، انا بعمل فرن يا جماعه. ممكن نعمل ستيم جنريتر. طب الفرن محتاج ايه عشان يتحرق؟ خشب؟ يا رب يكون خشب. طب وبلانتر، عملنا بلانتر ممكن نزرع بره. فورمينج وول لامب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الحاجات دي كلها؟ شنطه، شنطه، ممكن اعمل شنطه. عملت شنطه. ماينر هيلمت، طاقيه طاقيه اسمه ايه ده؟ يا جدعان دي تطويرات جامده جدا والله. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه ده؟ كويس احنا لسه في اول حلقه يعتبر. اوكي طيب الاول بقى تعالى نلبس الشنطه ولا حكايه لبسناها؟ فين الشنطه؟ الشنطه اهي، بنعمل كده ونلبس الراجل الشنطه. فين اهي؟ فكده بنشيل اكتر بكتير، شلنا اكتر ب 40، فده حوار جامد جدا. تعالى ناكل الاكل ده عشان ما يبصش مننا. الفرنس ده يتحط فين بقى؟ هل الفرنس ده حاجه يتشك فيها؟ ما يتشكش فيها، ما يتشكش فيها؟ قول والله. استنى يا جماعه، تقريبا الفرنس دي حاجه مش بيتشك فيها يا جماعه. تعالى نحطها هنا ماشي. والكتاب ده قريناه خلاص. قريناه خلاص ملوش لازمه. اوكي دلوقتي نحط الحديد ده. لحظه اوبن، حط الحديد ده. ملت، محتاج خشب ولا ايه؟ انسبكت. لا محتاج، ناقصه حاجه، ناقصه حاجه، ناقصه حاجه، ناقصه حاجه. يا لهوي طب هات الحديد كله، هات الحديد كله. فين الحديد؟ الحديد كان هنا. هات الحديد ده كله، تيك اول ماشي، رجع لي ده، خدي دول. ما ينفعش. طب ايه اللي معانا هنا تقيل؟ طيب طيب ما علينا، خلينا نحط الحديد كله هنا. ريتشارج. اوه
اوكي حطيت له حاجه، حطيت له وقود او حاجه. طيب احنا نحط الميتال هنا خلاص، هنحط الميتال اللي معانا هنا بحيث ان هو يكون جنب الفرنس. فكده اخيرا عندنا ميتال اخيرا يا جماعه. احنا كده اتفتح لنا مجال لحاجات كتيره قوي 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 يعني، لدرجه ان احنا هنعرف نعمل البتاع اللي احنا صيحناها فهنرتاح. طيب دي احنا جاي ما فيش حاجه هنا يتشك فيها. سيف كوانتيتي، لا تصدقوا ده يتشك فيه، ده يتشك فيه. اوكي لازم افتكر ان هو بيتشك فيه. تمام تمام، ينفع اعمل له كفر او حاجه؟ ما ينفعش. طيب عامه خلاص ده بيعمل، احنا محتاجين ننام اصلا، فخلينا ناخد ناب يكون ده خلص شويه. بصوا بيخلص ازاي، فتمام. عايزين نحط فيه حاجات فاهمين قبل، يعني مش عايز انام غير لما ازوده تاني. انا مبسوط قوي بالحوار ده والله. طيب طب ايه تاني ممكن نعمله كرافتنج؟ لحظه كده خلينا نشوف. ماينرز هيلمت هنعملها وش، الطاقيه بتاعت المايون دي هنعملها وش. بلانتر عايزين نعمله، بلانتر ده انا عارف نزل فيه حاجات حلوه، فعايز اعمل اكتر من واحده الصراحه. انا هعمل اتنين، هعمل منها اتنين ماشي. بعدين ايه بقى الفارمنج وول لامب؟ اضاءه احسن للنباتات اللي هي بتكبر تحت الارض. فا اوكي عامه ده اعتقد خلص ولا لسه؟ ده بيخلصها، فقبل ما ننام خلينا نروح له. طب البلانتر ده لو حطيته هنا هيعمل لي مشاكل؟ اه ده قافل الطريق عليا. اوكي اوكي، هل ده يتشك فيه؟ ما يتشكش فيه يا جماعه، ما يتشكش فيه يا اخوانا. اوكي فالست كانت طالبه مني اعمل لها ايه، التوت. فلحظه كده خلينا نشوف التوت فين. التوت اهو، التوت ده ماشي. كانت طالباني طالبه مني اعمله، فنعمل كويك بلانت هنا فزرعنا فيه فعلا. تجيب بقى ميه، هات الميه دي، اسقي هنا. الشمس هتقوم بالواجب بقى وزياده كده. ممكن ناخد الميتال اللي هنا ماشي، ونعمل اوبن هنا، ناخد ده نعمل اوبن هنا. استنى استنى، هات لي الميتال كله ماشي. هل اقدر اعمل ستاكينج للميتال في بعض يعني اخليه فوق ال 20؟ لا ما ينفعش اخليه فوق ال 20. اوكي فخليهم 20، لا تخليهم 20 واعمل ميلت وبعد كده اعمل ريتشارج وبس. اوبن هنا، حط دول هنا، اطلع نام كده. احنا ننام بقى ماشي. تاني يوم المفروض يجي لنا حاجات جامده جدا. تمام الميه هتقطع بعد يوم فقشطه مش مشكله. احنا كده معانا ميتال صح يا جدعان؟ واحنا كده معانا ميتال صح يا جدعان؟ احنا بنأدي جامد والله العظيم. اوكي فدلوقتي المفروض ده بيكبر، المفروض ده خلص، فنعمل له ريتشارج انسبكت. هو لسه شغال ولا ايه؟ اه لسه شغال. اوكي اوكي طب احنا معانا متل قد ايه كده؟ معانا متل قد ايه كده؟ هنا فين المتل؟ 17، معانا 17 متل. فممكن نيجي هنا ماشي، نعمل كرافتنج ونعمل الطاقيه اياها. ممكن نعمل دراير، ممكن نعمل سلم. اه سلم عاملينه قبل كده صحيح. ستيم جنريتر، جريت سورس اوف باور. اوبا حلو ده، ده بيخلينا نستخدم كهرباء اكتر في البيت، بس هنحتاجه بعدين، ده مش دلوقتي مش دلوقتي. الورك بنش التالت عايز ايه؟ جلاس اكتر. لازم نعرف الجلاس بيتعمل ازاي بطريقه سهله فاهمين. طبعا عامه احنا عايزين نعمل واحد من دول ضروري عشان اللي ضاع مننا ماشي. فعملت واحده، دي حاجات البيت اصلا. عايزين ماينرز هيلمت، فنعمل واحدة. نقدر نعمل بيك اكس دلوقتي كمان عشان احنا عملناه ديسمبل، فده كويس كويس قوي ماشي. وبعدين فيول بارل، اعمل لي واحدة من دول دلع ونحطها بره صح، لان هو برميل واحد مسموح لي بيه. استنى لا بس استنوا، انا كده كده عايز احط الفرن ده تحت ولا لا؟ اللي حصل الدنيا بتمطر. المشكلة في ان الدنيا بتمطر. عامة تعالوا نحط الفيول بيرل ده هنا، ونحط الصندوق ده هنا. فكده مفيش حاجة نخاف منها من ناحية الانسبكشن غير دي. ممكن نعمل ده ريتشارج بس في السريع.
تقريبا بنحط فيه خشب والله اعلم تقريبا يعني ما ده المفروض اخلص خلاص فممكن نحط فيه زياده بعد ال 20 دول ماشي واحطهم هنا لا الاول استنى الاول هل اقدر اعمل ده جراب حلو هل بقى اقدر احطه تحت هنا ولا لا بس خلاص كده هو في مكان ما نقلقش عليه فاهمين يعني كده ده في مكان ما يتقلقش عليه خالص فنعمله ريتشارج وبعدين كمان انا ممكن ايه ممكن اخد التربه دي والتربه دي واحط برميل البنزين ده هنا ماشي بس احنا كده احنا مش محتاجين البنزين هنا بس يلا ادينا عملته خلاص ادينا عملته خلاص هبقى البنزين ده كله بس اكشن انا محتاج البنزين وانا رايح المنجم دلوقتي فده حوار في حد ذاته فتمام تعال بقى نروح للصندوق ده هنحط جواه التربه دي تمام وبعد كده يطلع لي فوق هنا ده ممكن نسقي زرع ميه ممكن ناخد الميه من هنا الاول بعد كده نسقي ده ماشي ولا مش محتاج يتسقي ولا ايه هو مش محتاج حاجه ده اوبن نفتح ده ناخد الحديد اللي فيه عشان هنحتاجه عايزين بقى نحط بلانتر تاني هنا وبعدين نزرع فيه في السريع كويك بلانت بس كده بعد كده نسقي اوكي دول الاثنين دول تمام اعتقد دول من كام لكام من زيرو لواحد فاحنا عندنا واحده زياده دلوقتي فلازم نخلي بالنا لما الراجل يجي عشان ما ينفعش يبقى معانا اثنين طيب انا هعمل ايه انا هحط هنا الميتل ما ينفعش احط في البرميل الميتل اوكي طب نحطه في الصندوق ده ماشي نحطه هنا وهنعمل ده ريتشارج ماشي ونطلع فوق هنا ولا هنا اعتقد هنا واحنا مش كان معانا بنزين اكتر من كده بكتير الو هو بنزين بيستخدم هنا بجد ولا ايه عامة احنا عايزين ناب هو البنزين بيستخدم في ايه عامة تعالوا نلبس الهلمت كمان بالمرة فكده احنا لابسين الهلمت معرفش بتخلص ولا لا صراحة هو ده بيتشارج بايه واحنا معانا دلوقتي واحدة بنزين فعايز اجرب اعمل ريتشارج ده في لحظة كده لا مش بالبنزين هو انا عملت حاجة بالبنزين اوبن لا هو انا عملت ايه بالبنزين يا جماعة مش هنا والله العظيم متأكد انا كنت شايف ان معايا خمسة بنزين معرفش اهو يخرب بيت جنان كابستي طب عايزين ناكل بقى فكل دول كلهم معيش غيرهم للأسف ايت اول وبعد كده حط الماء دي هنا وبعدين خلونا نرجع بقى للمانجا مياه لان خلاص الدنيا ماشيه معانا حلاوه معانا 27 متل يا جماعه احنا معانا احنا معانا كميه متل مش طبيعيه والله العظيم طيب تعالوا بقى ننزل للمانجا بتاعنا هنروح الاول بليفل واحد حلو عشان بس نجمع الحاجه بتاعتنا من اللي بيحفروا دول تعالوا كده هناخد الحاجه اللي هنا هاتها كلها وعبيها بنزين للاخر كفايه عليها كده كفايه عليها كده عشان مش متبقي معايا غير ثلاثه فتعالوا ننزل للدور ليفل 2 احنا كده خلاص احنا كده شايفين المانجا كله انتوا فاهمين ده احنا دلوقتي ممكن نستكشف الدور الثالث اوبن في ايه اوكي حاجات مش بطاله في ميتل بس مش عارف اخده دلوقتي فمش مشكله ريتشارج هريتشارجها مرتين بس ماشي على امل ان انا الدور اللي تحت الاقي حاجات زياده كمان بس احنا كده بقى محتاجين بنزين محتاجين وقود فاهمين الوقود بيتعمل ازاي ما اعرفش بس عامه خلينا نشوف دي كمان واقفه دي لسه واقفه دلوقتي حالا يا جماعه ايه الحظ ده اوكي لقينا حاجه نبيعها كويس هو ده ايه ستون صخور كتير قوي معانا صخور كتير قوي معانا طب ما انا كده مش هستفاد حاجه لو دخلت المنجم دلوقتي بصوا ده دي ديد اند اصلا اوكي تعالوا نرجع تاني للبيت عشان نسيب الحاجات اللي معانا دي لان ما ينفعش الصراحه ناخدها معانا وهي مالهاش لازمه دلوقتي فاهمين؟ بس فتعالوا نرجع للبيت هي اصلا الوقت بيتاخر كمان في اللعبه فده شيء يضايق احنا ممكن نصلح مكان الغابه على فكره ممكن نعمل حاجات كتير قوي دلوقتي طيب تعالوا نشوف الفرنس اخبارها ايه خلصت فتعالوا الاول ناخد الميتال اللي هنا خدوا كده تمام يا ابني خده كده ما ينفعش معيش مكان اوكي طيب هو ده ميتل برضه صح؟ معايا ميتل اصلا اوكي
تعالى نعمل كده اوبن، نحط فيه ال 20 متر دول، نعمل لهم ميلت، وبعد كده نعمل ريدير تشارج، وبعد كده نيجي هنا في الصندوق اللي هو المطفي دايما ده، ونحط له الميتال الزياده اللي معانا. معانا ذهب عايزين نبيعه، معانا بذور عايزين نطلعها فوق. تعالى نطلع البذور دي فوق. لا في دي في دي في دي، ماشي خليها هنا. معانا المفروض تربه او حاجه، بس مش بتاخد منها مساحه. اوكي الملح ده بياخد منها مساحه؟ ما تقولش تصدق الملح بياخد مساحه كبيره؟ ايه الهبل ده؟ مش مرتاح لكميه الملح اللي معايا دي اصلا، ان انا اسيبها بره كده الصراحه. طلعت كده، خلي الملح كله هنا. احنا كده فضينا لنفسنا مساحه حلوه على فكره. مثلا احنا ممكن ننام، احنا نعمل كده. محتاجين اكل، محتاجين اكل، محتاجين اكل، محتاجين اكل ضروري 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 ضروري. المفروض المايه المره دي قطع، المفروض يعني تمام. ماشي بيقول لي فعلا المايه قطعه وكده تمام. خلينا ناخد المايه اللي هنا خلاص، ما ينفعش اصلا ناخدها. اوه دي خلصت ولا ايه؟ لا طيب خلاص يا نجم، خلاص عرفت المايه قطعه. ماشي هات المايه اللي هنا، اسقي دي واسقي دي. ماشي وبص لي على دي كده عشان عايز اعرف هو الراجل جاي امتى. الراجل لسه قدامه يومين، فمش هيجي النهارده يعني، او مش هيجي في الحلقه دي على ما اظن. خلينا نعمل دي ريتشارج، فدي لسه شغاله. هو احنا دلوقتي ناقصنا ايه عشان نعمل ال الصاروخ؟ اوه ده احنا هنموت من جوه. ايه ده؟ ايه الهبل ده يا بيستي؟ ايه الهبل ده يا بيستي؟ سوبر ماركت بسرعه. عايزين ايه؟ هات لنا شويه جزر، على شويه خس، ولا توت، على شويه خس، على شويه برتقان، على شويه مش عارف ايه. بس ليه نضيع الفلوس دي كلها؟ ودينا على الغابه يا ابني، ودينا على الغابه كده. احنا محتاجين نعمل حلقه صيد، بس خدها بسرعه. ماشي واعمل كده وكل ده. بس اه بقى جمع لي بقى الحاجات دي، يعني اه جمع لي دول. في توت تاني هنا؟ اه في اهو، خد التوت ده بسرعه، كله كله ايت اول تمام. خش جوه الغابه اكتر. لازم نعمل، لازم نتصرف في الاكل، لازم نتصرف في الاكل والله. اللي انا بعمله ده غلط، اللي انا بعمله ده غلط جدا حقيقي، غلط جدا جدا. غالبا يا جماعه انا ممكن ازرع خلف الكواليس غالبا. ايت اول. اوكي كده كده احسن شويه. هو احنا ايه اللي اه دي عشان الميه قطع يعني؟ ماشي. اوه توت تاني اهو، باخده. ماشي كل وبس كده. ايه استخدم ده وارجع للبيت. عايزين حاجات نزرعها، عايزين جزر. تعال نزرع جزر. فين الكارت سيدز بتاعتي حضرتك؟ او من ده، او ممكن خس كمان. اوكي تعال ناخد على قد ما نقدر خس وعلى قد ما نقدر جزر، وخليها تجيبه ونزرعه تحت هنا في الاماكن دي، فعشان ده احسن لنا الصراحه. وبس. وبما ان لكم ايه، استنى بقى، هدي 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 وهدي، وبعدين روح لي هنا. هنعمل كرافتنج، بس الاول هنعمل ديس اسمبل دول، يعني الاربعه دول مش عايزهم. هات الازاز اللي فيهم، وبعد كده اعمل لي الضوء اللي هو الاحسن ده. كان فين؟ كان فين؟ كان فين؟ كان هنا. اعمل لي الضوء ده كرافت. ماشي تقريبا الحاجه وصلت، تقريبا اول حاجه وصلت كويس. فتعال نحط الضوء ده تحت هنا، خليه كده. ماشي وبعد كده طلعني هنا تريد، هدى وهدى. وبعدين هات لنا شويه ميه. اكشلي انا مكسل اروح للراجل اللي هو بتاع اللي اسمه ايه ده، فخليني اعمل ايه، خليني اعمل كده واقول له خد الذهب ده كله خليه معاك مش عايزه. حلو فتمام كده. اسبكت هات في حاجه جوه؟ مفيش حاجه جوه البتاع، حسيت ان في حاجه جوه البتاع. ماشي تعال بقى نزرع هنا كويك بلانت. لا الاول نجيب الميه، هات ميه. بعد كده اعمل لي هنا كويك بلانت اهو، وهنا كويك بلانت، وهنا ووتر، وهنا ووتر. وبعدين شكلنا محتاجين اضاءه تانية من دي، فالاول هات هات ده جراب. وبعد كده اوبن او كرافت، سوري كرافت.
هاتلي واحدة كمان من دي. ماشي. وضع ده ايه ده، دي الحلقة بتخلص خلاص. اوكي يبقى انا خلاص اللي بعمله ده وبعد كده خلاص الحلقة عامة. بص بقى انا هنا اعمل ايه؟ انا مش عايز البرميل ده خلاص في حاجة. انا هحط اضاءة تانية هنا وهحط التربة دي هنا. لحظة دي هنا. حلو. الكهرباء فصلت للأسف. فواضح ان دول بيزعلوا. بيزعلوا قوي يا جماعة. بس مش مشكلة، في اضاءة فوق ممكن اصلا نطفيها، مش محتاجينها في حاجة. نسقي ده. اعمل الاضاءة دي. باور اوف. حاضر 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 حاضر. قبل بس ما اقفل بس لحظة واحدة حضرتك يا فندم. جراب ده. لا جراب دي. كده قللنا الاضاءة شوية. وبعد كده حطها لي تحت هنا. لأني محتاجها هنا الصراحة. اوه ده في واحدة هنا اصلا، فمش محتاجين دي هنا، ممكن احطها هنا ولا ايه؟ انا مش محتاجها عند الفرنس اضاءة. فشغلي بس دي. باور اون. ممكن اغير لونها. ممكن اخليها احمر، ممكن اخليها ازرق، ممكن اخليها اصفر، ممكن اخليها ابيض. انا هخلي ده كده الصراحه. فدول خلاص. فدلوقتي ممكن اجي هنا، دي اخر حاجه اعملها في الحلقه بتاعت النهارده. عايز اعمل ديس اسمبل لده لدي تمام، وللبرميل ده، لان البرميل ده ملوش لازمه معايا ان هو يبقى كده، فاهمين؟ بس فكده تمام، كده كل حاجه تمام. بنزرع. عايزين بس محتاجين اكل. فانا الصراحه غالبا هجيب اكل. هجيب فلوس وصلتنا. بعد الفلوس دي احطها هنا. محتاجين نشتري اكل للاسف غصب عني. فتعالوا نروح للسوبر ماركت ده، نشتري منه شويه جزر على شويه توت على شويه خس. لازم لازم عشان ما اموتش لازم. وفي نفس الوقت خلينا نشوف دول محتاجين يتسقوا. فتمام. فاوكي. فدلوقتي خلاص عملنا كل حاجه ممكن نعملها تقريبا. ناقص بس ناخد المتل اللي تحت هنا ده ونبدله بمتل جديد، وابقى كده خلصت الحلقه دي تماما. فخلينا ناخد المتل 17 دول ونحطهم هنا. نعمل اوبن. هنعمل كده نحط فيهم متل دول ونعمل ملت، وبعد كده نعمل ريتشارج. وبكده ده هيبدا ان هو يظهر كمان. احنا دلوقتي معانا متل قد ايه؟ يا جماعه احنا بادئين الحلقه معناش متل، احنا دلوقتي معانا 67. انتوا فاهمين؟ انتوا فاهمين ده بجد؟ يعني فاهمين الدنيا ماشيه ازاي؟ بس فعلى العموم على العموم انا هنهي الحلقه دي هنا. اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين. عمالين بنتطور في اللعبه دي جامد جدا جدا. واتمنى انا بص انا مسجلها كلها في يوم واحد ثقه فيكم. فاتمنى يكون الدعم عليها حلو، اتمنى يكون الناس مستمتعه بيها. بس ده كل اللي انا هقوله. فبس كده انا هكمل اللعبه دلوقتي صراحه. كنت ناوي ان انا خلاص بعد الحلقه دي، بس لا انا هكمل اللعبه دلوقتي لاني متحمس جدا ومشتاق جدا للاكشن ده من زمان. فبس اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.